في وقت باتت فيه تكنولوجيات الاتصال من ضروريات الحياة اليومية للفرد العامل أو العاطل على حد سواء، يحدث ما لم يكن في الحسبان. انقطاع للإنترنت قد يستمر أسبوعاً كاملاً، هذا ما سيحدث مع الجزائريين في الأيام المقبلة. عرفناش حنا واش كاين، توقفت كاع الإنترنت، سمعت، وكانت عندي خدمة كما نقولوا حنايا بها، ولفنا هاد الإنترنت هادي يعني. خرج في الحومة ما كان والو، الآخر طلعت كونيكتي في الدار، دوك ما أدار والو، رياح طلع أرقد وخلاص. وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال قالت إن انقطاع الإنترنت عبر التراب الوطني عائد بالدرجة الأولى إلى انقطاع الكابل الرابط بين أوروبا والجزائر عبر عنابة. سببها هو حادث بسيط أدى إلى انقطاع الكابل ليوصل عنابة بأوروبا، والآن جاري إصلاحه، ولكن بما أنها عملية تحت الماء ما نقدرش نعطيكم يعني فترة، لأنه الشركة هذوين يعني اتصلنا بها مباشرة بعد الحادث وهي بدأت عملية التصليح. والله الحادث انقطع كابل على 15 كيلومتر على الشاطئ، ما تحت الماء، ما نقدرش نقول لكم من يهبطوا ويشوفوا يحاولوا يصلحوه يقدروا يعرفوا أسباب العطب. نظن أنه فقط حادث عارض ماشي. مصائب قوم عند قوم فوائد، ففي وقت يستاء البعض من انقطاع شبكة الافتراضية، يعتبر آخرون أن الانقطاع نعمة فقدها الجزائريون منذ فقدوا التواصل المباشر. بالعكس تولي الحرارة بين صحابي، خدش انترنت تقطع بيناتنا وبين الغاشي، نقعدوا تقطع العلاقات مع الغاشي، يروحوا كاع كل واحد يولي مع التليفون تاعو. سي بيان لا بلوبار لا ماجوريتي دي جون ديسك سي بيان اون ريتورنورا ابري لير دي ليفر اي تو. بلاد خارج التغطية، هذا هو حال الذين يستوردون كل شيء ابتداء من كراتين الموز وصولا إلى كابلات التواصل فيما بينهم.